بمناسبة العيد، وزارة الداخلية نظمت زيارات لعدد من دور رعاية المسنين والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة، وشاركت النزلاء الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ووزعت عليهم الهدايا. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. في إطار تفعيل الدور الإنساني والاجتماعي لوزارة الداخلية وتحت مظلة مبادرة كلنا واحد تحت رعاية السيد رئيس الجمهورية، حرصت الوزارة على توجيه مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية الأيتام وذوي الهمم والمسنين وعدد من المستشفيات في مختلف المحافظات لمشاركتهم لاحتفال بعيد الأضحى المبارك. أنا موجود في وسط الخلق لي طاولي مجهود، وحظ الحلوة كن بينكم ولي وجود. احنا النهاردة مبسوطين جدا بتشريف ضباط من وزارة الداخلية لينا، وهم قاموا بتوزيع ملابس ولعب على الأطفال، والأطفال مبسوطين جدا. احنا مبسوطين والضباط جه ودينا هدية هدوم، الضابط اداني مسدس وهدوم، وانا مبسوط وكل سنة وطيب. انا النور اللي جوايا ينور ليكوا كل مكان. تخلل تلك الزيارات توزيع ملابس العيد والهدايا العينية على الأطفال بدور رعاية الأيتام والمرضى بالمستشفيات، وهو ما استقبلوه بفرحة وترحاب كبيرين في ظل حرص الوزارة الدائم على تقديم الدعم والمساندة لهم. فاجئنا بزيارة طيبة من وزارة الداخلية بتوجيهات من فخامة الرئيس للمعايدة على المرضى وتقديم الهدايا ليهم، وكان حدث طيب ادخل السرور على المرضى. وفرحانة بزيارتكم فعلا، والله جد فرحان بيهم، واشكركم والله على الزياره الجميله وعلى ذوقكم. ربنا يبارك لكم يا رب، ويبارك لسياده الرئيس، تبعتوا لنا سلام وتهنئه. ربنا يخليكم، شكرا جزيلا ليكم، وانتم طيبين وبخير وسعاده، وربنا يا رب كده يجعل مصر دايما بخير وسعاده يا رب ان شاء الله. عندي امل فيكم وبيكم، نبني عزيمه وعمل، ايدك في ايدي حبنا تبقى جنة، مش بس غن وده نور جديد بدايته بينا. وتحرص وزارة الداخلية على استمرارية هذه الزيارات تأكيدا على أهمية تقديم الدعم لهم وتعزيزا لروح المشاركة مع كافة الفئات في الأعياد والمناسبات. أنا موجود جابوا لعب وهدايا للأطفال في وحدة علاج اليوم الواحد، وده شيء من شأنه إن هو يعني بيفرح الأطفال وبيبسطهم. نشكر وزارة الداخلية على الاهتمام، وإن هما بيجوا دايما يفرحوا الأطفال وبيبسطهم ما بينسوناش. انبسطت جدا بالهدايا، شكرا جدا وكل سنة طيبين. النهارده السباكو ودينا هدية شالعيد سانتا يا ريس. مصر الأمل ده مش مجرد شعار لكن حقيقة، وباختصار مش بس حاسس بالحياة فيها وبيها، ده أنا قلبي حاسس بالأمان بوجودي فيها. هكذا تستقبل وزارة الداخلية العيد برسم الفرحة على وجوه الأطفال والمرضى بالمستشفيات من خلال مبادراتها المجتمعية والإنسانية لتوزيع الهدايا عليهم ودعمهم باستمرار.